مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنحتفل معاكم باليوم العالمي للمرأة. والسيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس كرمت واحدة من النماذج المصرية المشرفة أثناء احتفالية يوم المرأة العالمي. هذه السيدة هي طبعا الدكتورة ندى ثابت، مؤسسة قرية الأمل للأطفال ذوي الاحتياجات الذهنية الخاصة. الدكتورة ندى هي أول سيدة مصرية اترشحت لجائزة نوبل للسلام عام 2005، وعندها قصة نجاح كده مليانة بالكفاح والتحدي والصبر. هنعرفها دلوقتي من الدكتورة ندى بنفسها اللي موجودة معانا عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا دكتور. أهلا بكم، صباح الخير. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، يعني برحب بيكي الأول وبنبارك لك، وحابين نعرف منك شعورك وإحساسك بعد تكريم قرينة السيد الرئيس، طبعا السيدة انتصار السيسي. كل سنة وكل امرأة مصرية طيبة وبخير. أنا كنت سعيدة جدا جدا بالتكريم، وسعيدة إن أنا هقابل السيدة انتصار السيسي. وفعلا كانت قاعدة في وسط السيدات المكرمات في منتهى البساطة والتواضع، وقعدت تستمع لقصصنا، وكل واحدة لها قصة مختلفة. كانت مستمعة جيدة بإنصات، وفعلا سيدة عظيمة. يعني أنا كنت سعيدة جدا بمقابلتها. طيب لو هنروح مع حضرتك لقصة قرية الأمل للأطفال، كلمينا عنها أكتر، وإزاي بدأت فيها مشوارك، إزاي خططت لها، إيه الدافع اللي حركك عشان تنفذي هذا المشروع؟ الدافع كان ابني التاني اتولد بإعاقة، وإعاقة شديدة، اتولد بلا أي حواس خالص، ما كانش بيتحرك، ما كانش بيشوف، ما كانش بيقعد، ما فيش ولا حاجة في حواسه شغالة غير السمع فقط. فطبعا مريت بتحديات جامدة قوي، مريت بصعوبات جامدة جدا جدا، كنت حاسة إنها مشكلة كبيرة مش لاقية لها حل، وما كنتش أعرف طبعا في الأول إنها إعاقة. أنا كنت فاكراها مرض، فطفت كتير جدا ورا الأطباء بدور على علاج يعني. لغاية لما في الآخر خالص قالوا لي إنه محتاج تدريبات خاصة، يعني إعاقة ذهنية ومحتاج تدريبات. طب برضو يعني إيه؟ إيه هي تدريبات خاصة؟ يعني إيه؟ أنا بحكي قصة عمرها 43 سنة، فمن 43 سنة مش هي دي الإعاقة اللي إحنا شايفينها في المجتمع حالياً. لأن زمان كانوا دايما بيخبوا الولاد. طبعا زمان ما كانش في ام بتقول انا عندي ابن انزله المدرسه، اوديه النادي، اظهره في وسط المجتمع اللي انا فيه. فكنت فعلا مريت بتحديات جامده قوي، صعوبات جامده جدا، الم شديد، ازاي اتواصل مع شخص لا شايفني ولا حاسس بيا ولا انا عارفه اتواصل معاه ازاي. لكن ارجع واقول ان ربنا رحيم جدا جدا، وعمر ما بيديكي تجربة غير ودايما بيعطي معاها المنفذ، وإن عطايا الله دايما كاملة، عمر ما هيديكي عطية وحشة أو منكوسة. والدكاترة والأطباء اللي قالوا لي عامليه زي قطة زي كلب حبيه، ونظرة كانت قاسية جدا على أي أم إنها تتحمل الكلام دوت، لكن أخذت أنا الكلام الصعب دوت وحطيته كتحدي قدامي، ان انا فعلا هعلمه، ان انا فعلا هدربه. وابتديت اعلمه بعد ارقام، اشكال، الوان، ابتديت اقرا كتير وادرس واجيب كتب واشوف تاثير الالوان في التعليم، تاثير التغذيه، يعني لازم كان اكل مخصوص، في حاجات كتيره جدا جدا بوعي بيها حاليا الأمهات، وبحاول أخد بإيديهم وأقول لهم إن دي. هل مع الوقت ابن حضرتك قدر إن هو يكتسب أي؟ لازم فعلا نعلمه. هل مع الوقت ابن حضرتك قدر إن هو يكتسب أي من يعني خليني أقول الحواس الأخرى؟ قدر إن هو يتعلم، خليني أقول مثلا طريقة برايل، يعني إيه المختلف اللي حصل؟
المختلف إن كانت سلسلة معجزات كتيرة تمت في حياتي. الولد فتح عينيه وهو عمره 3 سنين، دي كانت ما شاء معجزة الله. بالكامل. وبعدين ابتدى يمشي وهو عمره 6 سنين، ابتدى يتكلم أول كلمة وهو عمره 11 سنة، فتفوق في حاجات كتيرة جدا، بقى بطل الجمهورية في السباحة وركوب الدراجات، ما شاء الله تفوق في حاجات كتيرة خالص خالص يعني. ما شاء الله. يعني اعتقد ان دي كانت من اجمل اللحظات اللي حضرتك مريتي بيها، وكانت يمكن اول منح او اول جوائز من الله، هبات من الله طبعا على مجهود حضرتك معايا، طبعا مجهود كبير جدا زي ما حضرتك كنت بتتكلمي في البدايه، من طفل اعتقدت ان هو مش حاسس بيكي خالص، لا شفتي بنفسك التقدم اللي قدرتي ان انت تنفذيه معاه. طب خلينا نعرف بقى كمان من حضرتك قصه ترشيحك لجائزه نوبل في 2005. ترشيحي لجائزه نوبل اختاروا هيئه السلام السويسريه، اختارت 1000 سيده حول العالم قدروا يغيروا في مجتمعاتهم، عشان السلام الاجتماعي هو اللي بيولد سلام في البلد. فالقضاء على الإعاقة سلام، القضاء على الفقر سلام، القضاء على الأمية سلام، كل الحاجات دي هي اللي بتحول المجتمعات يعيشوا فيها في سلام. فكان اختيار 1000 امرأة من 153 دولة في العالم كرمز للمرأة في العالم، وكانوا بيوجهوا جائزة نوبل تجاه السلام الاجتماعي، وليس بس لإنهاء الحروب، لكن هو ده السلام الحقيقي اللي احنا بندور عليه في مجتمعاتنا، فده كان هدف الترشيح. طبعا احنا بنشكر حضرتك دكتورة ندى ثابت، إحدى المكرمات بمؤتمر المرأة المصرية، نورتينا في صباح الخير يا مصر، كل سنة وحضرتك طيبة.